الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله يزاريه رأساتشن من هذا الكتاب كتاب بلوغ المرام አራተኛ ወርስ ላይ ነው የደረስነው ኢንሻአላህ እንግዲህ ከዚህ ኪታብ በኪታቡ ጧሃራ ውስጥ ካሉት ርእሶች ውስጥ ዋናውና ያሳለፍናቸውን ሶስቱን ርእሶች ለደከምንበትና እነዚያን እንደ ቅድመ ሁኔታ እምናይበት ታላቅ ርእስ ነው የዛሬው ርእሳችን የሚሆነው እርሱም ባቡል ውዱ የሚለው ስለ ውዱ የሚያብራራና የሚገልጽ የሆነ ርእስ ነው ያለን እንግዲህ አልውዱ ሲባል ወሆ ሚን አዕዘሚ ሹሩጢ ሶላህ ውዱ ብሎ ማለት ከሶላት ቅድመ ሁኔታዎች ውስጥ ታላቁና ዋናው መጀመሪያ አካባቢ ለኪታቡ ጧሃራ ላይ እንዳነሳሁት ላቱቅበሉ ሶላቱን بغير طهور عند رسولنا عليه الصلاه والسلام ثلاثه مبراريا بابنا راس نو يميل اراتنيا نؤس رؤوسوچ رؤوسوچ قالواچو وسط باب نو والمراد بالوضوء وضوء سيبال انجديه ذكر احكامه وشرائطه وصفاته ومقدماته بزو نغروچ نو بزي باب الوضوء بالو يمنايو የውዱእን አህካሞች ብዙ ህግጋቶች አሉት ሸራኢጦች አሉት ቅድመ ሁኔታዎች አሉት ለውዱእ የውዱእ አደራረግ ከይፊያና ሁኔታ አለ ከዛ ቅድመ ውዱእም የሚባሉ ነገሮች ስላሉ እነዚህን ሁሉ ማብራሪያ በውስጡ የያዘ ርዕስ ነው ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ባብ የመጀመሪያ ሐዲስ አሁንም አጋጣሚ ሆኖ ከዝነኛውና ከአቡ ሁረይራ የተወራውን ሐዲስ ነው መጀመሪያ መጥቶት ምን ይላሉ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ابو هريره رضي الله عنه يا الله ملكتنيا بلوال ይላሉ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء لولا ان اشق على امتي اني بامواتي لاي አስቸግራለሁ ብዬ ባልፈራሁ ኖሮ አሉ ለውላ መኻፈቱ አን ኡቂዓ ኡመቲ ፊል መሸቀቲ ወል ሐረጅ ኡማዎችን ችግር ላይ ጥላለሁ አስቸግራለሁ ብዬ ባልፈራሁ ኖሮ ለአመርቱሁም ቢስዋኪ ማዓ ኩል ውዱእ ከእያንዳንዱ ውዱእ ጋራ ሲዋክ አድርጉ ብዬ ግዴታ የሆነ ትእዛዝ አዛቸው ነበረ ግን እንዳይቸገሩብኝ ብዬ በመፍራት ሳላዛቸው ቀረሁ ነው የሚሉት ይሄ ለአመርቱ ማለት አምር ኢጃብ ነው ወአማ አምሩ ኢስቲህባብ ወነድ ቢሆነማ ከሆነ በጣም ተግባራቸው ብዙ አሐዲሶች በሲዋክ ተደረገ ውዱ በሲዋክ ተሰገደ ሶላት ሳይቀር በሰፊው ተናግረዋልና አብራርተዋል አሁን ሙራዱ ግዴታ የሆነ ትእዛዝ አዛቸው ነበር የሚል ነው اخرجه مالك واحمد والنسائي حديث مالك في موطئه احمد في مسنده نسائي في سننه زغبوتال وصححه ابن خزيمه حديثهم ابن خزيمه صاحب الصحيح صاحب لوتال وذكره البخاري تعليقا امام البخاري بتعليق مالك ذكروتال نا صحيحه وسط اوستوتال نا ذكروتال نو ميلوت انجديه تعليق مالت كمچرشاون جمروونا منالباچ اناندي گيزي فيما يعرف بيننا بمكاكلاچن يمتاوقو تعليق مالت بتوسنو كتابوچ دار دار لاي اندمنطفوا اندمنصفاچو يتوسنو مسالاوچ مالت ايدلم تعليق مالت في علوم الحديث مصطلح لا يالو مالت نو
تعليق بلومات وهو أن يسقط من أول الإسناد راو فأكثر ويم أن يسقط مصنف مؤلف يمبالوسو في أول السند عند راوي تزام بلا يهن سيذكر ما لتم شيخون سيد أكس تزار يالوتن مولو بمولو بيامت أجوم كاورا تعليق إبالا له في علوم الحديث يالو يتعليق وإما الحديث المعلق ما لتي يهنو معنى أننا بزينة ملكو بن الردو سنة شيخات شون هل ذكروا إمام البخاري يعني يهن حديث إمام البخاري لاي انتن شيخ البخاري سيذكروت مالتنا أننا إيها حديث اندي مقدمانو يمننا يو كزي حديث يمن الردو كوضو بفيت سواك مادرق من مقدمات الوضوء عندي هنا يعني نمسايك أرمادي أسا شابابنو بلنا المقبيات اللي عندي عالنو يهن نميلوتنا وضو بمدرق بسات سواك مادرق بتعم تفلاقنا سنة نو يميلو اللي ماس رداتنو وعن حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه من يلالو أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفه 3 مرات حمران مولى عثمان يسين عثمان بارياتشو ينبرو نزعى أو تتواتشو الزاوستاتشو لاي حديثا يتمارو يدين أوكات ياكابتنا تهلاك محدث نوال حمران يم يبالو التابعي مالتنا حمران بن أبان يبالالونا خالد بن وليد بزمشاتشو ب يرموك زمجة ماركواتشو لا سيدنا عثمان لكواتشو نو نقوله حمران يسيدنا عثمان عقل جايهونوت ناس أوتواتشوال من يلالو أن عثمان دعا بوضوء سيدنا عثمان عندي جزي وضو مادرق يوهام تقول لي بلو عز زونو ملوت فغسل تزيان متألاتشو وهو كمت أبو هلا وضو يالاتشو نو يهبت أم بنقراتش لأي ميقرم بتكبر لما استمر فلقونه تابعيوشن مالتنا إن فغسل كفه 3 مرات ودون بمجم ربسات مريفاتشون سوسكي زيادت أبو ثم تمضمض واستنشق واستنثر كزيام تقومت أمطو بفنش أتشون استنشاق بلو مالت وهن ماسكباتنا واستنثر كزيا ياسكبوتنم بفنش أتشو ياسكبوتن وها من دين يدرقوت عصوت وتمالتنا سيدنا عثمان ثم غسل وجهه 3 مرات كزيام فتحتشون سوستقزي أتأبو ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات كزاديك مو اندزوك أني جاتشون كرن ناكرن وچاتشو انشمر سوستقزي أتأبو ثم ليسرى مثل ذلك 3 مرات كرنا كرنوشاتشون شمر أتأبونا ثم مسح برأسه كزيام راساتشون أبسو ثم غسل رجله اليمنى كزيام كنجراتشون إلى الكعبين 3 مرات كورتشم توشاتشو درس النسون شمر مالتنا سوستقزي أتأبو ثم اليسرى مثل ذلك أهنم قراتشونم كزيام كنجاتشون كاتأبو هلا سوست جزية قرشم جمتوا تشاؤن شمر عت أبو ثم قال كزيام سيدنا عثمان رضي الله عنه من قالوا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا يا الله ملك تاني لك مثل وضوئي هذا عندهن الدنيا وضوء يالن وضوء سيادرجو أي تشاله بلوا لون منوت متفق عليه حديث بخاري مسلم يزجبوا حديثنا من الباتش زي حديث لاي ويمر الوجم حديث قطع يمت بزو في صفة الوضوء بركات صحابة تشي تساتفوا بات ما برار يوم بمستأت حديثنا عندهم لاي بيهن مدافع كمات أب في كذا كما دافوت مضمض الاستنشاق كذا ودي في تمات ابنا وزم اكل نيه يميبالو نجر التوسامنا زم بلا نديو بماطب بتشا يودوقاچن بمانسات بتشا انت نلوالن يگنيال يميلون تنش لما استواس فلجينا ودي هلا مملس يفلكوت يسيبال رسولاتنا عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري داوم يمجمريا كسيدنا عمر يتورى حديث في صحيح البخاري بابو بدء الوحي بميلو انت اللي
تلك يهونا أصل عظيم يهونا تلك مسرات يهونا حديث الله رسول الله عليه الصلاة والسلام من يوم سرات الله نية ميسفل لجاته سروات كل لي ميسفل لجيهونا مسرات يهونا إنما الأعمال بالنية بلوال من يوم سرى بنية نجي قال نية أيهونم وإنما لكل امرئ ما نوى بلوال لنا نية من يوم بوتها لي مرسات يلبتم ودفتم من الله سلسلاتم سنوارا عند الزهلي أجد من نجلال بل إلا أبوت علي بقلس وانا مسارات سلات عالو يعننو عندنا رسا لما استواسنا ونجي زنبلو بمات أبتشا نيا عندنا زنقاو لما لا تأكلنو للاو كذي باب سوستنيا وحديثاتشو من دينو عن علي رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم زنها ديقما سيدون علي يا متوقع شو رابع الخلفاء الراشدين يهونت سيدنا علي ناتشو من دنا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية وضوء النبي صلى النبي عليه الصلاة والسلام وضوء الدرارك سنقروا من دنا ميوت قال ومسح برأسه واحدة أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي والترمذي بإسناد صحيح بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بلو سيابوكو من النو زلاي حفظ بن حجر أحاديثنا ستروتها للزهم لاي ليلون ديالنو زي حديث لاي صرح فيه بزي حديث مالتنو مسح الرأس عندي جزين دي هنا يعبسوت يصرحوا بتم بتشامات أنجيل للا وندي علناه، للا ولاي، أندي علنا ياو يسين عثمان حديث كيفية الوضوء أندي علنا وزهم لا يتتكامد، بعدهن سلا زلا يلا لا زاو مسح برأسه هي بتشانه علنا، بس في رواية علي رضي الله عنه نابو داود ترمذي نسائي بهن من قايا زجوت يعني متفق عليهن. ራሳቸውን አንድ ጊዜ አበሱ የሚል ስላልለው አንድ ጊዜ ነው ያበሱት የሚለው ነው وقد اختلف العلماء فيه ዝላይ ብዙ ሪዋያዎች አሉ ሶስት ጊዜም የሚል ስላልለ በሰይና ዑስማን ሪዋያ በሪዋያቲን ሶሂሃ ተረጋግጧል እና ሰብቷል ግን ማንኛው ይሻላል አሁንም ጅምሁሮቹ ሶስት ጊዜ እንደ ሌሎቹ ማድረግ ነው ቢሉም እንኳን ለተخفيف ነውና መስህ ተደረገው ከማጠብ يلك مسنا وراس لا يالله لا تخففناه الناس واستبد كمهونو ملك عندي مهونو راسو ياك الله علنا عندي جزي بيدرجم بزهري ويا من دي الله يالو علو يعني لما تكسنجر يلاو دي الله نو سيدنا عثمان لا يالله رواية دي الله متو يتكأيرو ومسح برأسه واحدة يملاو النو بل قال الترمذي يه حديث إنه أصح شيء في الباب بزه باب لاي قال في الباب معلت في مسح الرأس رأس سلام عباس كم يبرر الحديث كله أصح النابت أم طرو يهونو حديث يهنو بلوت الإمام الترمذي مالتنو لازيه منو عندي جزي مسح الرأس سوست كما درقلي للوچن سوست بيادرق منكوا يهنون يالفونا يمرت وسوچالوت اندي جمهورت كهر ሁሉንም ሶስት ሶስት ሌላውን ካደረገ እሱንም ቢሆን ሶስት ቢያደርገው የሚላለ ሌላው ሐዲሳችን عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه عبد الله بن زيد ابن عاصم لا ابن عبد الرب سيهونو الذي رأى الأذان في منامه عبد الله بن زيد ابن عبد الرب ناتشو النزغن ليلا ناتشو عبد الله بن زيد ابن عاصم يميبالوت رواية الله في صفة الوضوء نو في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم سلا الله في صفة الوضوء مالت الوضوء مات أي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية علي اندي الله الزهم لا يتكأيرت شون نو جليلا واندي الله نو من الله قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه رأساتشون ودوسي عدرقوا عبسواله فأقبل بيديه وأدبر جوتشاتشون رأساتشو مقدمة رأساتشو لأي بماس كمت ودو هالا ودي في تادرقوا يلالو يهي تقديم تأخير ناسيزم نو يميلوت علماء الحديث فأقبل بيديه وأدبر يلاو قطعو رواياتشن من دي ميابرار رالن مرادو
ከኋላ ወዲህ ፍት መጥተው ከፍት እንደገና ወዲህ ኋላ ነው ይሄዱት ማለት አይደለም ለዚህም ወፊ ለፍዝልሁما ይሄ ቡኻሪ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ቢሆንም ሌላም በሌላ ዘገባ ለሁለቱም በሆነ ሐዲስ በደአ ቢሙቀደም ራስሂ حتى ذهب بهما الى قفا رسول عليه الصلاه والسلام ይሄን መስሐ ራስን በሚያሳዩበት ጊዜ እንትን ራሳቸውን በሚያብሱበት ጊዜ እንዴት ነው ያደረጉት ከፊት ራሳቸው ማለትም ይሙቀደም ራስህ ጀመሩና حتى ذهب بهما الى قفا ذ ኋላ ራሳቸው ድረስ ወይም ቀፋቸው ድረስ ወሰዷቸውና ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه እዛ ተነሱበት ቦታ እስከ መለሷቸው ድረስ አደረሷቸው ድረስ ወደፊት መለሷቸው ነው የሚሉት ያው የሚያሳዩት አላችሁ علماء الحديث ፉቃሃዎችም የሚያሳዩታል እንዲህርጎ ወስዶ ወዲሃላ ወስድና ከዛ እንዲህርጎ ያመጣቸዋል ማለት ነው እጆቹ እንዲህርጎ እዚ ላይ ይነሳል ከዚህ በመነሳት ጥምጣሜን በአርዶ እንደዛርጎ ማሳየት ይቻላል ማለት ነው እና በዛ አይነት መልኩ ነው የቅድሙ فاقبل بيده وادبر ያለው እንዲያለ ጥቅል ሐሳቡን ብቻ ነው ወዲ ኋላ ወዲ ፍት አደረጉ ማለት ነው እንጂ ከኋላ ተንስተው ወዲ ፍት መጡ እንደገና ወዲ ኋላ ሄዱ የሚለውን አያሲዝም ጭራሽ አንድም ይሄንን የሚያሲዝ ፊደል የለም እዚህ ነው የሚሉት ይሄኛው ምሪዋ ያኛው ስለሚደግፈው ይሄ ሐዲስ ምንድነው የሚጠቅመን ወፊዱ ሲፈተል መስሂ ለራስ ራሳችን ስናብስ በዚህ አይነት መልኩ ብናደርገው በጣም ጥሩ እንደሆነና ይሄን አይነት አስተባበስ በአንድ ጊዜ እንዲያበሱ ያሳየናል ማለት ነው ሌላው عن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما كعبد الله ابن عمرو عمر ايدلهم عبد الله ابن عمرو ابن العاص يميبالو تعلق صحابي ابن الصحابي يالو رضي الله عنهما ساتهم في صفات الوضوء اي في صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم سيناغرو منالو قال ثم مسح راس صلى الله عليه وسلم براسه يا الله ملكتنيا እጆቻቸውን ካጠቡ በኋላ ከዛ በኋላ ያለውም እንዲያለ ነው ራሳቸውን አበሱ وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ከዚያ ደግሞ ጆሮቻቸውን ለማበስ ሁለት እነዚህን አመልካሽ ጣቶቻቸውንና ወይም سباحتين የሚባሉት እንደ አረበኛ سبابتين سباحتين ይባላሉ በዚችኛዋ በተግሊብ ነው አበወይን ቀመረይን ሸምሰይን እንደምንለው እንጂ ግራ ጣታችን ላንሰብሑ አላህ ቢሃ ኢላ አላህ በሚንልበት ጊዜ በዚችኛዋ ብቻ ነው እናመላክተውና በተግሊብ ነው ዞሮ ዞሮ እነዚህን አመልካሽ ጣቶቻቸውን በጆሮቻቸው አስገቡና ወመሰሐቢ ኢብሃመይሂ አላ ዛሂሪ ኡዙነይ በአውራ ጣታቸው ደግሞ ይሄን የጆሮአቸውን ظاهራቸውን ظاهሩ الاذنين ማለት ይሄ በሚማል الراس በራሳችን በኩል ያለው ነው እና እሱን በአውራጣቶቻቸው አበሱ እነዚህ ዝለ ገብቷል አስገብተው ብቻ አይደለም ዝም ያሏቸው እንዲያርገው አንቀሳቀሰዋቸዋል ይባላል ከዛ ይሄን አደረጉና እንዲያድርገዋልም ይባላል ዞሮ ዞሮ ይሄን አደረጉ ነው አሁን እዚህ ያሉን ያሉት በዚህ ሪዋያ ደግሞ የጆሮን ማስተባበስ ሳይቀር እንደዛ አድርገዋል ነው ሐዲሱን ያው መጨረሻ ላይ የምናየው ይሆናል ምንድነው አቡ ዳውድ እና ነሳኢ ዘግበውታል ኢብኑ ኹዘይማም ሱሂህ ብለውታል ነው የሚሉት ይሄ ሐዲስ ልክ እንዲያለፉት አሐዲሶች ከአሐዲስ ኡል ፊ ሲፋቲ ልውዱ እንዲያለ ነው لك كحديث عثمان رضي الله عنه كحديث علي كحديث عبد الله بن زيد بن عاصم يا عبد الله بن عمرو حديث እንደዛው ነው ሌሎቹ ላይ ምንም ልዩነት የለው እዚህ ላይ ያለው ልዩነት ራሳቸውን ካበሱ በኋላ ሁለት አመልካሽ ጣቶቻቸውን ጆሮአቸው ላይ በማስገባት ባውራ ጣቶቻቸው ደግሞ የጆሮአቸውን የውጭን ክፍል በራሳችን በኩል ያለውን አበሱ የሚለውን ነው የሚያስረዳው الا انه اتى به المصنف لما ذكره من افاده مسح الاذنين ሁለት ጆሮቻቸውን በዛ አይነት መልኩ እንዲያበሱ የሚለውን ለመጥቀስ ብቻ ነው እንጂ ያመጡት ሌላው እንዲያለ ነው ማለት ነው ሌላው ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال من لالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثه فان الشيطان يبيت على خيشومه
متفق عليه أبو هريرة رضي الله عنه قال يا الله ملك تنيا بلوالنو يميلوت إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثة كنا أنت وست أن ينياتشو كان قلفو ينك أجزي ظاهر مجم ظاهر الرواية ليتميهن كأنميهن يميلون يمياسيزو من منامه سيلو ليتمي تنيا كأنم أن ينياتشو تنسطو زنبلو يهنن سرا يسرا يمسرا ظاهر الحديث إن شاء الله أن يعلن لا منعلو فإن الشيطان يبيتو على خيشومي يهمنا الباتش يبيتو يالو لا لتنك الفنو بلو عندي عندي وچون تني عالو عالو زورو زورو يو عبزهن يو غالبو تايتو نونجي كأنم بيهن سو يو كتنيا عفنش أكا بلاي الشيطان زا قوشا شامنا من نفت سلم ميتفا زالا ينتني لالي ميلوني أسي زالنجي قديتها لليت بتشامهن يلبتهم يبيتو يميلو يعني ناسي زمنا ظاهرهم يسيو ليلا أو نهارا يميلو النو يعني قالوا ليتم نو بنلم بدي قبلو عندي سو تنقلفو سنسا ودول يادر قميهن بايهنم يهن سرا مسرات هاللبت عينتنا ويمياسي زو إيه هاي دي اللم في رواية البخاري يالا فتوضع يميلال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضع كزيام فأراد الوضوء معناته فليستنثر ثلاثة وضوء بميارك بساعات وهون بتعام ودي وست ودي خيشومو بمسكبات وهنا سكبتو ياسوت علو لمن الزلي شيطان يادر لنا على خيشومه في خيشومه الزان يادروا بلوان إيه الحديث على الظهر هنا من نفسره شيطان يادر البلوان أي لشيط أني من متشي نجار زاب أكابي لا يسلم منور قشاشة سلم منور سو إنديك أربي أدر قال نا ودي لا نترجم مهد عياس فلجم إنجلس فإن الشيط أنا يبيتو على خيش مهبلوال بيهم بس تنثار وهون أسكبتن بتأم أسكبتن أفنش أتشنست ودان دا ما سوت أتو طرن دهوننا أسفل لاجين دهوننا كذي حديث يمن الرد دوم ديننا ودو بمية درجبت كذي بتلي تنقل في بوهلا كهونا إن الزوج يزهو كسومنيا بمهونة بات كذي كم مية درجو بلاي ودي وست أسكبتو مع سوت أتو طرن دهوننا ومية سد دوم دلوا هون مع بخري رامل كم سرتشنا الله يهدي الله شو نام يلالو إذا استيقظوا أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة لكن ديك الدومة مساسة يا الله ملك تنيا هون بلوا النوم أبو هريرة ميلود عندنا شو كان كلفو بمنك أبت كذي فلا يغمس يده في الإناء عندي سو تنقلفو سينك أجوتشون الجن مالتنا كفتك أنا دي بريك كهون كالهونك أوج كان دي تستعلنا ويمكن زفزف على يودو ميارك هنا الجن عين كرالو حتى يغسلها ثلاثة الجن سوس كذي سكميات بعد درس سيطب عين كرالو لمن فإنه لا يدري أين باتت يده الجو يتندي الدري سلم ما يوك يسوي إنهم يقولون متفقون عليه وهذا لفظ مسلم بخاري مسلم بيزقبوتهم اندي قال لك قلبك ألقن يا متهوتنا يا قدهوت كمسلم نونو يقولون زيهم حديث لاي قدما وضوءنا ويهم راسو من دينو عندي سو كان قفو بمن نسابت كذي يتقلق كهونا بجو يمتقامو انديقا ارغوسون اجوچو سوس كذي ماطبو سنة اندي هنا نو ايه بايهون طهارا بمهوناچو رغطنيا بهونهبت نو انجي نجاسا بمهوناچو رغطنيا كهونا كتطراطرا جديتا انت مالت علبت ጥርጣሬ ካለበት ነጃሳ በመሆናቸው እንካለ መንከር የለበትም ከነከረው ያው አሃ ተነጀሰ ነው ምንለው ዛ መጀመሪያ አካባቢ ላይ እንት እንዲያል ነው እና ይሄን ያድርግ ነው እጆቹ የት እንዲያደሩ እጁ የት እንዲያደረ ስለማያውቅ ማለታቸው ወደ ፊንጢጣው አካባቢ ሊሄድ ይችላል ቁስል ወይ ሌላ ነገር ሊኖር ስለሚችል መጀመሪያ እንደዛ አድርጎ ንጽህናውን ጠብቆ ቢያደርግ ጥሩ ነው የተሻለ ነው ማለታቸው ነው ነጃሳ በመሆናቸው እርግጠኛ ከሆነ ግን سياتب ماسكبات يلبت منو ليلو وعلقت ابن صبيرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء أسبغ الوضوء لنيالو
لقيت ابن صبيرة ودون أمال تهدرك وخلل بين الأصابع بين الأصابع على ظهر مياسيز اليدين والرجلين أصابع اليدين والرجلين يهلت جوتشن يهلت جوتشن أتوتشنم فالفلل وتال يا بمكاكلات شو يجبه أتن يسكبة الرسات شو مالتن وبالغ فلسطين شاق إلا أن تكون صائما سينشاء بمتادر جبس أت مالتهم وهان بافنش أبى متاسكب بس أت دجمو ما ترش هذا الرس أسكب أو صومن يا يهون كده هنا سكر يا أسكه هنا إذا شتتنا متدرج ونجو لأن ده موسد يلبت ما عندي سوية عندي صومن يا ناوي يملوت زرو زرو من دين ناو أبزهن يوتشو حديثوتش إن دال هون يا سالفنا أتشو سلوضو أدرارج ሁሉንም ባያመጣቸውም ሌላው እንዲያለ ነው ይያልነ ስለሆነ ሁሉም ላይ የመጣ ነው የውዱ አደረሩ ከይፊያ በአራቱ ነው በእንደዛ ሱሐቦች በነሰይና ዑስማን በሰይና ዓሊ በአብዱላህ ኢብኑ ዘይድ በአብዱላህ ኢብኑ አምር ሐዲስ በሚገባ ተገልጿልና ተብራርቷል ሌሎቹ ቀድመ ሁኔታ ወይም ውዱን ሙሉ የሚያርጉትና በተሟላ መልኩ የሚያደርጉት አሐዲሶች በተሟላ መልኩ አድርገን እንድናደርግ የሚያስችሉ አሐዲሶችን የተመለከተ ይሆናል ይህን ሐዲስ አخرجه الاربعه سنن الاربعه ورتوتال وصححه ابن خزيمه ابن خزيمه عندهم حديث صحيح بلوتال ولي ابي داوود في روايه لا ابو داوود بان زغبا من يميلال اذا توضأت فمضمد واسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما ሌሎቹ ጋር ተጨማሪ ፈማቡ ሚድ ውዱ ተጉመጥመጥ የሚልም መድመዶም ሳይቀር ተጨምሯል ነው በፊሪዋቲ አቢ ዳውድ ይሄነውና ዞሮ ዞሮ ዘመጀመሪያ አካባቢ ላይ እንዲያልነው የሳቸው ውዱ አደረረግ ለማድረግ ነው ሁላችንም መሞከር መቻል ያለብን ባረከላሁ ፊኩም ሌላው ምንድነው ቀጣው ሐዲሳችን عن عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء رسولاتنا عليه الصلاه والسلام ودوس يادرغو زنبلو انديو لاطلاط بتشا سايون يماچون يارارسو اندينبرم بزي حديثاچو سيدنا عثمان يجلصالو معناتنو اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمه حديث الترمذي زغبوتال ابن خزيمه صحيح بلوتال ان يهنن سماچو بتام بزو نو النبي عليه الصلاه والسلام ያንንም ላውላውን ብቻ ነበር ማጠብ ያለባቸው ግዴታ ግን እሳቸው ያራራሱት አቶቻቸውን በጽማቸው እንዲህ ያስገቡ ያራራሱ ነበርውዱ የሚያደርጉት ነው የሚለን እንግዲህ ብዙ ጽም ያለን ሰዎች እንደዛ አይነት ውዱ ማድረግ ይገባናል እሳቸው ስለሆኑ ሞዴላችን ማለት ነው يلو عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه اخرجه احمد وصححه ابن خزيمه عبد الله بن زيد من يلالو اتي النبي عليه الصلاه والسلام بثلثي مد يعني افن ثلث ثلثنيا معناتم بذ بمكاكلهنيا سو جديف بذ يميمولا وها ليمولا عندي 3ኛ ይጎደለው በአንድ ፍኝ 2/3ኛ ውሃ መጥቶላቸው በሱ ውዱ አድርገዋል ሲያደርጉም ደግሞ ፈጃለ የድሉኩ ዚራዒ ክንዶቻቸውን እየፈገፈጉና እንዲዝም ብለው ውሃው ማንኳለልና ማፍሰስ ብቻ ሳይሆን በጆቻቸው እየፈገፈጉ ሲያጥቡና ውዱ ሲያደርጉ ነበር ለውዱ ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የመጨረሻ ዝቅተኛ ውሃ ለውዱ የበቃቸው ይሄ ነው አለበለዚያ በአብዛኛው አንድ ፍኝ በዚህ በሁለቱ ግድፎቻችን የሚሞላ ውሃ እና ምንድነው አሁን ቢሱሉሰይ ሙድ ማለት ያ አንድ ፍኝ 2/3ኛ ያው ግን እንት አንድ 3ኛ የጎደለው የማይሞላ እንኳን ማለት በዚህ በመካከለኛ ባይሆን ድኔ ባለ ሰው እጅ ሳይሆን ተዝከፍ ባለም በጣም ደሞ የመጨረሻ ትልቅ ሳይሆን ያንን አንድ 3ኛ የጎደለው 2/3ኛ በሆነ በግድፍ ውሃ መጥቶላቸው በሱ ውዱ አድርገዋል ሲያደርጉም ሰውነታቸውን እጆቻቸውን ክንዶቻቸውን እየፈገፈጉ ውዱ አድርገዋል ነው ይሄ ውዱ በሚደረግበት ሰዓት ደልኩም ራሱ ሱና እንደሆነ ለመግለጽ ነው
የሚለውን እንት ለማለት ነው እንጂ ይሄን ክንዶቻቸውን ብቻ ነው ያጠቡበት ማለት አይደለም። ይሄ ሐዲስ የሚያስይዘው እንዳልኳችሁ በዚያ ውዱ አደረጉ ነው። ሲያደርጉም በሃዘል ሚቅዳር ውዱ አደረጉ። ሲያደርጉ ደግሞ እንደዚህ እጆቻቸውን እየፈገፈጉና ደልክ ያደረጉ ማዕደልክ አጠቡና ውዱ አደረጉ ለማለት ነው። እና ዞሮ ዞሮ የመጨረሻ ውዱ ያደረጉበት ውሃ መጠን ከተባለ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቢሱሉሰይ ውድ ነው ውዱ ያደረጉት። ሁላችንም እሳቸውን እንከተላለን ብለን እኛ ለአንድ እጃችንም የሚሆን አይመስለንም። ውሃም አናባክን አደራረጋችን ደግሞ እንደዚህ እየፈገፈግን እንደቅባት በማውሃውም ወደ ሰውነታችን በማድረስ ሳይሆን ውሃው በራሱ ጊዜ ይፈሳል፣ ግን በእጃችን እየተከተልን ድልክ ያደረግን ውዱ ማድረግ አለብን ነው እንዲያለብን ነው የሚያስረዳው። ኢንሻአላህ የዛሬው ፕሮግራማችንን በዚሁ እናጠቃለዋለን። جعلني الله واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته